ماذا يؤشر الكشف من جانب صحيفة هارتس الإسرائيلية وموقع أكسيوس الأمريكي عن قيام إسرائيل بعملية عسكرية خاصة داخل الأراضي السورية واستهدفت فيها منشأة تابعة للحرس الثوري الإيراني في مصياف تنتج الأسلحة أو الصواريخ الدقيقة قتلت فيها وأسرت قتلت سوريين وأسرت قيل شخصيتين، ولو أن إيران نفت ذلك وكذلك استولت على وثائق مهمة وحساسة. تفضل. كما تفضلتم في بدأ يسمي عمليات الأهداف المنتقبة أو الحرب الأهداف المنتقبة، يعني نرى مع كل الأسى والأسى أن الأجواء السورية الأرض السورية أصبحت مستباحة أمام الإسرائيليين وقتما يشاؤون أن ينفذوا عملية تامة. يعني أنا قست على الخريطة على سبيل المثال من الجولان، فيما إذا انطلقت الهليكوبترات أو السمكيات من هناك إلى مصياف لا أقل من 250 كيلومتر، هذا إذا كانت مسافة أفقية، فكيف إذا كانت السمكيات تتعرج في مسار في طيرانها أو انطلقت من أقصى شمالي إسرائيل أو من منطقة تل أبيب على سبيل المثال أو من نهاريا على الهليكوبترات وارتفاعات منخفضة جدا على مياه البحر الأبيض المتوسط وصولا إلى شمالي الحدود السورية نعم مع لبنان، ثم تنحرف يسار يمينا إلى حماة إلى محافظة حماة أو إلى منطقة المصياف، هذه ربما تكون المسافة لا أقل من 300 إلى 350 كيلومتر. كل هذه تجري في ليلة ظلماء بالنسبة لسوريا ظلماء وليست بالنسبة لإسرائيل، ويصل تصل هذه النخبة إلى مصنع لصناعة الأسلحة الكيميائية حسب قيل أو الصواريخ الدقيقة أو الأسلحة الدقيقة، ويفجر هذا المصنع من جهة وتكون هناك مواجهة على الأرض بين هذه النخبة وبين المقاتلين السوريين أو الحرس الثوري الذين يدافعون عن هذا المصنع، والنخبة الإسرائيلية تلقي القبض على شخصيتين مهمتين حسب الوصف الإسرائيلي وتنقلهم إلى هذه معناته منتهى السخرية والمهزلة بالنسبة لي الاستعدادات السورية أو الإيرانية أو الحرس الثوري الموجود في إيران تجاه العدو الإسرائيلي. نعم. يعني هذا ليس شيئا مقبولا مطلقا يا أستاذ العزيز. نعم. ليس شيئا مقبولا يعني، ولكن قيل إن العملية مخططا لها بشكل جيد ولا تقبل الفشل، وكانت إسرائيل تراقب بناء هذه المنشأة منذ عام 2018، والعملية قيل إنها يعني بدأت بطائرات مقاتلة ضربت أولا الطرق المؤدية إلى هذه المنشأة وكذلك مراكز الأمن السورية والدفاعات الجوية، بعد ذلك أتت كما أشرت السمتيات أو الطائرات المروحية تحمل قوات النخبة وأنزلت هذه القوات، وقامت هذه القوات بزرع المتفجرات داخل هذه المنشأة التي قيل إنها في الجبل وتحت الأرض.